الخير. مساء الخير. شوية هدوء من فضلكم. مساء الخير. أنا دكتور طه عبد الجواد، أستاذ طب الأطفال، رئيس وحدة عام مركزة في جامعة عين شمس. أنا من أشد المهتمين والمنتمين والمشجعين للإمرجنس ميديسين. وأول ما جيت هنا سألت إيه نوع الأتندنسي، قالوا لي معظمهم لسه بيبتدوا حياتهم. يعني نصيحة أب، يا ريت نحط في اعتبارنا إن في برانش رابيدلي بروجريسنج جدا 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 اسمه الإمرجنس ميديسين في الإنتنسيف كير. سواء كان الإنتنسيف كير ده في الأدلت أو في البيدياتريكس أو في النينيتا. واحد من البرانشات المطلوبة جدا 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 في السوق، والقليلة جدا 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 في السوق. فحقيقة من الحاجات اللي محتاجة انترست ومحتاجة سبورت منا ومن النقابة طبعا. هتكلم النهارده على respiratory emergency in pediatrics. ده طبعا كلنا اللي احنا عارفينه، ده الاناتومي بتاع respiratory system اللي احنا كلنا عارفينه طبعا. المرض لما اشوفه او العيان لما اشوفه قول ان دي حاله respiratory emergency. مين تلفيلم criteria of respiratory emergency؟ عشان نقول لاي عيان دي حاله respiratory emergency، يعني لو انت قاعد في الاستقبال وجالك عيان وقلت دي حاله سبات امرجنسي ومحتاجه حد من الاي سي يبص عليها، لازم يكون فيها ثلاث نقط. اول حاجه لازم يكون حاله سبات سيستم. يعني مش بقول حاله جاست انترايتس ولا حاله ليفر هقول عليها دي حاله سبات، لازم يكون سبات سيستم. ثاني حاجه دي ده لازم يكون لايف ثريتنينج ديزيز، دي ده فيري سيريس ديزيز واتش بي اند انجر لايف اوف يور بيشنت. ثالث حاجه ان دي ده محتاج يخش الاي سي. يبقى عشان اقول المرض ده مرض respiratory emergency لازم يكون فيه ثلاث حاجات. اول حاجه disease affecting the respiratory system. disease is very serious which may end the end of life of your patient. ثالث حاجه this disease need to be admitted in the pediatric ICU. طب ايه هما respiratory emergency؟ respiratory emergency يا اما airway obstructions. وهذا airway obstructions ممكن upper airway obstruction، ممكن يكون upper airway obstruction أو lower airway obstruction أو severe disease affecting alveoli أو lung interstitial tissue. يبقى عشان نقول العيان ده عنده respiratory emergency لازم يكون عندي obstructive airway، سواء affecting upper airway أو affecting lower airway، أو عندي severe disease affecting alveoli واللونج انترستيشال تيشو. طب ايه الاكزامبل بتاع الابر ايرواي ديزيز اوبستراكشن؟ الابر ايرواي ديزيز اوبستراكشن ممكن يكون كونجنتال. زي ايه؟ كونجنتال كوانا اتريزيا، لارينجي ماليشيا، تراكيو سيفير فيسلا، او لارينجي سيل. ممكن يكون اكوايرد زي الكوب، الابيجلوتايتس، الفورم بودي اسبيريشنز، او ريتوفارينجيال ابسس. طب اللور اير اوبستراكشن كونجنتال زي الدافراجماتيك هيرنيا، التراكيو ماليشيا، التراكيو ستنوزس، البرونك ماليشيا، او اكوايرد زي البرونكولايتس والبرونك الازمه. ممكن يكون انفلاميشنز زي النمونيا، زي البلمونر بليز، زي برونكيكسيس، او كونجنتا زي البلمونر هايبوبليزيا او لانج سيكوستريشن. طب ليه الكيس ار ديفرنت؟ ليه الريسبيرتي ايمرجنسي ار فيري كومن في الاطفال ان نوت سو كومن في الادر؟ ليه كل يوم والتاني نشوف حاله ريسبيرتي بروبلمز محتاجه تبقى ادميشن في اي سي يو؟ فين في الادل ايه اللي بيخش اي سي يو في الادل؟ هو يكون كونستراكت لانج ديزيز، واحد عنده انفيزيما، واحد عنده سبيد برونكيتس عشان هيب سموكرز، او برونكيولينك كارسنوما. يعني عدد الحالات اللي بتخش الاي سي يو عشان سبايتري فيلير في الادل
very limited بالمقارنة مثلا بحالة الهارت، مقارنة مثلا بحالة سي ناس. الأطفال الأمر مختلف. لو رحت الـ ICU عندنا مثلا أو في أي واحد ICU في مصر هتلاقي إن 50% of cases admitted للبدايات الـ ICU are due to respiratory problems. وين 50% الـ other causes. وأحيانا الإنسان بأعلى من كده. أحيانا توصل 70% أو 80%. وأحيانا الرعاية تبقى كلها حالات respiratory failure. مفيش حالات تانية. فالرسباتر بروبلمز والرسباتر ماجيسي للأطفال are very common. ليه very common؟ عشان الأطفال ليهم خصائص مختلفة بتختلف عن الأدلت. هو الطفل صحيح زي الأدلت، الطفل أدلت صغير، إنما في حاجات مختلفة بين الأطفال والكبار، حاجات بتميز الأطفال. أول حاجة بتميز الأطفال الأيروي بتاعه. الأيروي بتاعه very smooth and very narrow، بالتالي بسهولة جدا جدا كان be obstructed. مجرد موكس بلاج ممكن يقفل لك الاير واي. مجرد فرن بطن صغنن مفيش سنتي سنتي يقفل لك الاير واي. طب الطنج، حجم الطنج بالمقارنة لحجم راس الاطفال very large. الطنج في الاطفال بيشغل حجم كبير جدا بالنسبة للأورال كافيتي. لو قارناها بالنسبة للأدلت هتلاقي no way to comparison. الطنج في الأدلت ما مثلش أكثر من 1% أو 30% من حجم الماوس. في الأطفال بيشغل حوالي من 65-70% من حجم الماوس والطنج، بالتالي بسهولة جدا ممكن يقفل الاير واي. التراكية، التراكية are very smooth very soft very flexible فeasily obstructed. بجرد جرد يتم الماوس كده التراكية تتقفل. أي mild inflammation ممكن يقفلك التراكية. أي tracheitis يقفلك التراكية والعين يخشيل على طول في اير واي obstruction. الدافات الشست كيج are very soft والانت والريبس are horizontal فانت كوستر مصر is not so effective for respiration. الاطفال بيعتمدوا mainly في respiration على الدافات. عشان كده respiration الاطفال ده نقول ايه ابضمن سواسك مش سواسك ابضمن، بالتالي بسهولة جدا مع اي ابضمن dissension اي ابضمن ماس اي حاجة ممكن تضغط لك على الدافات اللي عندها عطيدي خلش لك في respiratory failure. فالأطفال مختلفين لحد بعيد عن الكبار. سهل قوي 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 يجي لهم respiratory obstruction، سهل قوي 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 يخشوا في respiratory failure. طب لو جالك عيان عنده respiratory obstruction أو respiratory failure أو respiratory distress، في general line of treatment لازم يتعمل. وبعد كده نفكر في أي حاجة ثانية. لو أنت قاعد في الاستقبال أو أنت قاعد في عيادتك أو أنت قاعد في المستشفى، سواء كان مستشفى حكومي سواء مستشفى جامعي سواء في الفلاحين، في حاجات ستاندرز very easy to manage ممكن تضبطه لحد ما يجيب حد شغال في الامرجنسي ميديسين يعرف يتعامل مع الحالة. اول حاجة اول وتاني وثالث وعاشر الاير واي لازم يكون بيتنت، لازم تشفط الاير واي، لازم تحافظ على الاير واي بتاع عنده بيتنت، تحط اير واي في بقه بعد ما تشفطه بحيث الوجع تتنفس. ثاني حاجة تقعده in comfortable position. احسن وضع هو sitting او semi-sitting position، يقعد عندك في sitting او في semi-sitting position. ده احسن وضع لعيان عنده respiratory stress. هحطه في supine position بس 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 لو ناوي افنتله، لكن مش ناوي افنتله حطه في sitting او في semi-sitting position. تالت حاجة تديله oxygen، هدي اكتر من 5-15 لتر بالمنت. هتدوله ازاي؟ بالماسك. الغاب مش قادر يستحمل الماسك يبقى النيزا برونش وابط ايده. This is a very efficient method. رابع حاجة الدينوبلايزر جاب يوم الصلاين هيفتح لك الاير واي، لو كان في اي obstruction او مايل اديمة في الاير واي هتفتح لك. مجرد نعمل النوبلايزيشن بيوم الصلاين من غير اي برونكو دايليتورز. خامس حاجة نركب IV lines وديه اي فلويد بس كي بي او نخلي بس المحلول شغال، وبعدين ابعت لاي حد سبيشاليز في الامرجنسي ميديسين عشان يتعامل مع الحالة. يبقى اي وانا قاعد في الاستقبال جالى عيان في الفيلينج ذكرتيه وفي سبات ستريس سبات بروبلمز فيري سيريس ديزيز يودي ستريس خالص مش عارف ياخد نفسه، اول حاجة اشفط له واحط له حاجة تحافظ على الاي واي بيتا. تاني حاجة اديله اكسجين بالماسك من 5-15 لتر، مش مش مستحمل يبقى حط له نزل بوينت وابط ايده احسن حاجة.
احطه في السيمي سيجن بوزيشن او في سيجن بوزيشن. اديهم موديفيكيشنز نبلايزر مونيفايد اير. وبعدين ابتدي اركب له لاين بسهوله جدا عشان اخلي الفلويد مش شغال وانده حتى الميجرس ميسن يشوف ايه الحاله دي ويتعامل معاها. طب مين نشوف اول ديزيز عندنا في ال اوبستراكتيف ديزيز؟ اول حاجه الكوانا اتريزيا. يعني ايه كوانا اتريزيا؟ الكوانا اتريزيا يعني الباك اوف نيزل كافيتي از بلوك. الباك اوف ذا كوانا اللي هي نيزل باسجة اتقفل، مناخيره مقفوله من ورا. مقفوله من ورا بايه؟ يا بون ان ايه از لاكي باي سوفت تيشو فورم ديون فيتا ديفلوبمنت. زي ما شايفين كده ادي النيزل باسج اهو مقفول، ادي النيزل باسج مقفول بقى ده تكوين اتريز مقفول ناحيتين. طب لو هو يونيلاترال حته مقفوله مفيش مشكله، ما في اذر نيزل باسج شغال. طب لو باي لاترال لو مناخير الاثنين مقفولين مش هيعرف يتنفس عن طريق مناخيره، يبقى اللوجيك هيبقى ايه؟ اوبليجاتوري ماوس بريزرز، هيتنفس من بقه ما عندوش حل تاني مفيش مشكله. المشكله هتحصل امتى؟ لما بتيجي يرضع فتحه بقه اللي كان بيخش منها الهواء اتقفلت، فالوضع هيبقى ايه؟ سيانوز، يبقى لون الكوبيا. اول ما يسيب امه عشان مخنوق ويعيط يلاقي الاي واي فتح والوضع مره تاني، ودي دياجنوستيك ان الوضع يبقى مزق ولما يعيط يحمر عكس بتاع كونجيتال هارت. بتاع كونجيتال هارت لما يعيط يلزق ولو هو ازق يزيد زقان، لكن العيان اللي مزق لما يعيط يحمر ده كوانا اتريزيا، مش محتاجه ذكاء. اول ما تلاقي ولد ماوس بريزز واول ما ابتدي يرضع يلزق حاول من امه يعيط تلاقي الولد احمر ده كوانا اتريزيا. دي اي بي سي على طول، اللي بيعيط تلاقيه بقى احمر كان مزق وبعد عيطه احمر عكس بتاع كونجنتا سيناتيك هارت او كونجنتا بوتنشال سيناتيك هارت، دي كوانا اتريزيا. الكوانا اتريزيا از نوت رير ديزيز. وانت بتحضر ولاده الطفل حاول تعدي النيزو جاستيك تيوب ما عدتش منك يبقى ده عندك كوانا اتريزيا. يبقى اي واحد ان شاء الله فيكم هيشتغل نيوناتولوجي وهو بيحضر الولاده، واحدة من الموست امبورتنت بوينت في الستيشن ان انا اعدي النيزو جاستيك، شو بيعدي ما بيعديش. عدى معايا خير وبركه، ما عداش يبقى هصوره على الوضع ده وفي الاغلب هتلاقي دي كوانا اتريزيا. عشان تكون فورم بنعمل سيتي سكان ونشوف المنظر ده ان هو عنده كوانا اتريزيا يونيلاترال او باي لاترال. التيتنس زي ما اتفقنا جينا تيتنس ده فيرست لاين لازم تتعمل في اي عيان. طب لو هعالج ازاي؟ هو مناخيره مسدود، حد عطوه على ال ان تي ولون في الكوخ. والله لو سوفت تيشو بس اللي قافلها از فيري لاكي، هيحط تيوب ويزقها هيروح قاطع السوفت تيشو ويسيب التيوب في مناخيره شهر شهرين هيحصل حواليها جرانيشن تيشو وهيحصل هيلينج بعد كده عليها. لو بني من الحاجات اللي بتتلعب فيها بتوع ال ان تي العيان عنده كوانا اتريزيا ومقفوله ببوني بونز، لانه ما عندوش حل غير انه يشتغل زي النجارين يحط زي المسمار ويدق عليه عشان يكسر البون. ما يكسره، المشكله ان البون ده ممكن يقع في زور الولد ده ويدخله في اسبريشن بوني. عشان كده بيبقى ما يحبوش ابدا ابدا يعملوها، بيعملوها فيري ميتيكلس ويبقوا مرعوبين قوي 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 هم بيعملوها، انما هي فكرتها واحده انه عايز لازم يفتح البون، افتحه باي طريقه، المهم اول ما يتفتح ويساب تيوب في مناخيره لمده شهر او شهرين اتول هيل بجنشن تيشو والواد هيتنفس. يبقى نحط له دماغنا ان اي طفل اي واحد بيحضر ولاده لازم يعدي من الجاستيك تيوب. ما عدتش لازم ناخد الواد ده يعمل له سي تي. لان كوانا اتريزيا يونيلاتا او بلاتا بنبعت ليه ان تي. لو سوفت تيشو في منتهى البساطه. لو بني يبقى لازم از ايرلي از بوسيبل يتدخل. لان الولد ده هيزرق
مش هيعرف يرضع، كل ما يرضع هتخنق، هتقعد ترضع بق وتريح بق وتريح، موال دمه تقيل قوي، حلها في منتهى البساطه، تعال انف اذن تشجعه ويخشوا يعملوا العمليه. اللاجئ ماليزيا واحده من اشهر الكونجيتال مالفورميشن اللي بنشوفها. السوفت تيشو اوف ذا لانكس، الابر بورشن بتاع السوفت تيشو اوف ذا لانكس بيبقى سوفت ويروح كولابس انورد، يروح مقلوب انورد قافل الاير واي. اللانكس الجزء الاولاني بيبقى سوفت ذان يوجوال، مش فيرم كده، فيروح ناكل مع انسبريشن قافل لك الاير واي. يجي الهواء يخش ما يعرفش يخش، يروح العيان ايه؟ يجي له ايه؟ سترايدو. يبقى لانج ماليزيا اولا ما بتحصلش قد الولاده، دايما بنشوفها ليت اون في ويكس بعد الولاده غير كون اسفيزيا. والعيان يبتدي يشتكي من سترايدو، اسبات سترايدو وسبات ديستريس، وكل ما يكبر ويبذل المجهود كل ما تلاقي السترايدو بتاعه بيزيد، كل ما يخش الهواء ممكن يزق منه جدا جدا جدا، وممكن يخش في سباتو فيليا لو سيبير، لكن مش كومن قوي. لانج ماليزيا يوجوالي مايل، غير مايل ديزيز. اللي هيشتغل فيهم اطفال هيشوفها بالهبل. الام بتيجي تقول لك الواد بيزمر. وللاسف للاسف للاسف مش اقل من 60% بيشخصوها نبرانك الازمه. سيمبلي انه مش عارف يفرق بين الانسبيراتي سترايدر والاكسبيراتي سترايدر. او الانسبيراتي ويز والاكسبيراتي ويز. العيان بيزيق وهو داخل مش هو خارج. العيان عنده سوبر سينر تراكشن، يعني عنده ابر اوي سكشن، مش عنده انتر كوستر تراكشن، عنده لور اوي. الراس صغير قوي على انه يكون برونك الازمه او برونك لايت. انما للاسف معظم الدكاتره في السوق ما سموهاش عن حاجه اسمها لانج ماليزيا. هو في دماغه الواد بيزيق وديستريس ده برونك الازمه او برونك لايت. مع ان لو تعب تفكيره شويه وسال هيعرف من منتهى البساطه ان دي موجوده very early life بعد اسبوع او اسبوعين، مش معقول عين اسماتيك بعد اسبوع او اسبوعين، وانها بتزيد مع الاكتيفيتي وانها انسبيراتي مش اكسبيراتي. فدي لانج ماليزيا. الام طبعا بتيجي بتصور تقول الواد ده تعبان وبيزيق عامل له ايه؟ اعرف اقولش ان ملوش علاج. لا ام اهدي كده مفيش حاجه، this is by time اللانكس ده والجس ستيف والكاتلج هيبقى ستيف والكافيت ده هيوسع والامور هتتحسن. لسه امبارح شايف عيانه لانج ماليزيا نفس الكلام، طبعا الام ما عجبهاش الكلام لكن هو ده الكلام اللي عندنا، ان الكاتلج دي صحيح لسه صغيره فضيقه شويه والكاتلج سوفت فقافلك الاي واي. كل شويه ما يكبر كل الكاتلج ده هيبقى مور ستيف، كل ما ايه الكافيت دي هتوسع، بالتالي الفورس اللي بتستكشف على الاي واي هتقل والواد هيتحسن لوحده. شغل السوق بيدي الكالسيوم وفيتامين دي بس براكتيكلي ملوش اي فاليو. حقيقي مش اي فاليو، هو بيخف لوحده. لو تعبان قوي 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 وفي اوبستراكشن اير واي والواد دخل هيتخنق ودخل في سباتي فيلي اعمل تاكسس لحد ما اللانكس تكبر وتبقى ستيف. السنه اللي فاتت كنت في المانيا في مؤتمر اي ار اس، في واحد بنعمل بالليزر لارنجل ريكونستراكشن، بيقطع اللانكس ويقطع السوفت تيشو زياده ويوضبها ويهيئها بالليزر بالبرونكوسكوب، حاجه زي الفل كده يعني. طبعا ده حلم من احلام ان احنا نشوفها، بس ما اعتقدش ان حد في مصر بيعملها. بيعمل لارنجل ريكونستراكشن، بيعيد تشكيل اللانكس، بس طبعا ده نوت افيلبل مصر ولا سيرجر افيلبل مصر. في مصر التريتمنت وي ار شو باي تايم العام اتحسن ممكن تدي كالسيوم او فيتامين دي بس اوكي، يعني لو تعبان قوي 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 مخنوق تعمل تاكيوستيك، لكن في 99.9999% it is conservative ما حدش بيعمل له حاجه. التاكيوستيك دي برضه من الكوارث اللي بنشوفها. طبعا كوميونيكيشن بين ايه؟ بين التاكيه والاسفجس. عندي وصله موصلة بين التراكية والاسوفجس. ادي الاسوفجس اهو، وادي التراكية، وادي الوصلة اللي احنا بنسميها الاتش شيب الشهيرة قوي. طب ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان الواد كل ما ياكل الاكل بيعدي منين؟ بيعدي من الاسوفجس بيخش على التراكية.
يروح داخل على فين؟ على اللونج، يعمل لك ايه؟ سبيريشن نمونيا، ليبويد نمونيا، كيميكال نمونايتس، اللي ملهاش حل. ده ملك، ملك فيه ليبيد، الليبيد ده فيري 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 ايريتنت. فبيعمل سيفير سيفير كيميكال نمونايتس. العام في الاغلب ما بيعديش منها. في الاغلب ما بيعديش من الكيميكال نمونايتس. في كذا وصلة بتلاقي طبعا اهم حاجة بتفيدوا عشان شخصها الواد عنده اكسسيف سلايفيشن، الواد جايب كمية ريالة فظيعة، وبعدين بيجيله كوفينج وسينوزس اون فيدينج. لما بتيجي ياكل بتيجي يجيله كوفينج وسينوزس. لو انت شغال نيناتولوجي وشفت ايه بيطلع فوس سكريشن من بقه كتير قوي قوي وبيكحكح بعد الاكل، ابوس ايدك ماشي النيزوجاستك تيوب وصورها، ماشي النيزوجاستك تيوب وصورها. ممكن يقلكي تلاقيها دخلت جوه القصه، تلاقيها دخلت جوه التركيه. لو الشوكينج ده مستمر او الولد بيجيله تشست انفكشن كتير او الفوس سكريشن كتير قوي 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 قوي، اعملوا سي سكان او احقن اللي بيدول واشفطه بسرعه، احقن صنفي بيدول واشفطه بسرعه وصوره، مجرد يعدي واشفطه تاني عشان يخش جوه اللنج يعمل لك نمونيا. هتبان بسهوله جدا جدا الفيستا. التربيه الفيستا از نوت اير ديزيز. وانت تشوف منين؟ لو شفت اكسسيف سلايفيشن، لو شفت اكسسيف سلايفيشن، لو شفت كوفينج اند شوكينج بعد الفيلم مباشره، بس بوتو تاكوز ريفس از ا فيري جود بيرسنتج. مش مطلوب من سعادتك اكتر ان انت تعدي نيزو جاستك وتصورها تشوفها رايحه فين. ممكن اف يو ار لاكي تلاقيها داخله على التركيه. اف يو ار نوت لاكي وستيل ان داوت، احقن اللي بدول واشفطه بسرعه، هتلاقي اللي بدول داخل معدي في الفيستا. او اعمل سي تي هيبان على طول، او ام اي هيبان على طول المنظر التكوين اللي هي فيستا. يعني في كذا نوع منها، ممكن بلان باوتش والتركيه لحمه مع ديسا باوتش، ممكن لحمه، ممكن اثنين دراي باوتش ومفيش فيستا خالص، ممكن جاست تكوين اللي هي فيستا. يعني انتوا الجراحه اللي هم انترستد قوي هم بيهمهم او ايه تايبس اوف فيستا. احنا بالنسبه لنا دي حاله لازم تروح بسرعه جدا 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 لجراحه اطفال. لو انت لحقت بدري انت دكتور كويس جدا، انت انقذت حد بني ادم. لو اتاخرت ما خدش بالك ان الواد عنده سيريزيشن كتير، ما خدش بالك ان الواد بيجي له شوكينج، انت ضيعت الولد ده. الولد ده هيجي له كيميكال نمونايتس ومش هيعدي. لو لقيت كيس لايفيشن وانت في المحضر او في الاسم بتاعك، لو جالك عيان بيجي له شوكينج كتير، لو جالك عيان بيجي له كراون شيفت انفكشن بعد الولاده، يو ماست سسبكت تاكيو استروجينال فيست. الكوب ده اكيوت جروب اوف اكيوت انفلاماتوري ديس اوردر، جروب اوف اكيوت انفلاماتوري ديس اوردر. بيجي في الانفانت تشيلدرن اقل من 6 سنين. احنا في موسم الكوب دلوقتي. بيجي العيان بالترويات. ثلاث حاجات ما يتنسوش: براسيكو، هورسز فويس، ريسبيرت سترايك. ترويات ثلاث حاجات: براسيكو، هورسز فويس، صوته مغير، ريسبيرت سترايك. ثلاث حاجات لو شفتها دي سكوب على طول. ولا جاي لك كحته خشنه، الام بيقول لك كحته خشنه، الواد كحته خشنه قوي كده ليه زي كحه الكلب، والواد بيزيق وصوته مغير. الترياد ده على طول ده معناها الكوب. الكوب كنا زمان بنقول انه كذا نوع، سبازمونيك لانجايتس، لانجايتس 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 بونكايتس، حاليا بنعتبرها نوع واحد هو لانج تاكير بونكايتس. يبقى اي ولد في موسم الشتاء اليومين دول سامع كحته خشنه، لقيت صوته بيتغير، لقيت عنده سباس ترايدو، ده كوب. كلنا جالنا كوب وكلنا بيجي لنا كوب. لما جات لي انجاسس صوتك بيتغير شويه، لكن في الاطفال عشان اللارنس متغيره مشكلته اكبر كتير من الكبار. الام بتبقى فزع لان اللارنس ما بتقفل، بيجي عندها سيفير لارنج اديما
وني كومبليت اوبستراكشن للاير واي والباب دافتي خالص وسانوس يبقى نير ديث. والام بيجي لها فزع فزع فزع. بتجي على الاستقبال واللي شغال دلوقتي في استقبال اطفال هتلاقي ان بالليل حالات كتير جدا 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 بتيجي كوب ام مفزوعه الواد مزق كوبيا جايه لك وبص عليه تلاقي الواد على طول لو جيت فيفرز وعنده هوستن كوف وباسي كوف وستايدو على طول دي حاله كوب. احنا بنقسم الكوب اكونس بيتي انت فور جريدز 0 1 2 3 4. اول حاجه اكواد ليفل اوف كونشسنس وده اهم حاجه الواد مصحصح ولا مش مصحصح. في زيرو ما عندوش حاجه خالص هو مصحصح زي الفل. في 1 يبقى ريسلس وايريتابل لما يبقى اجيتيتد لما تيجي تعمل له اكزامينشن وعيط يبتدي يبان عليه ريسلس. بعد كده يبقى ايريتابل وبيعيط وقاعد بيزق وكده بيشيل نفسه حتى هو اتريس وهو جاي لك من غير ما حد يجي ناحيته. وبعد كده نشاط العنيف وإتابيتي واللي قاعد يشوط ومخنوق راح والواد بقى لا شاذر وسيء وكونفيوز تقريبا داخل على كوما يبقى دخل في جريد 3. يبقى الواد اللي بستريس بس لما تيجي تكشف عليه ده واحد اللي بستريس حتى وهو جاي لوحده ده 2 اللي اجيتيت بقى ولا شاذر وكونفيوز وسيء كوما ده جريد 3. الاسترايدو في زيرو مفيش استرايدو وبعدين يبقى فيه سترايدو بس لما يعيط عاد جامد وبعدين يبقى فيه مايلد انسبات سترايدوز وبعدين تبقى سيفير اتريس وتبقى انسبات واحيانا تبقى اكسبيراتوري كمان. الاير انتري بيبقى نورمال بعدين يبقى مايلد ديكريس بعدين يبقى مودر ديكريس بعدين يبقى سايلنت شيست مش سامع حاجه خالص. الاير واي قفل مفيش هواء داخل خالص. الشيست اتراكشن مفيش شيست اتراكشن بعدين مايلد شيست اتراكشن مودر بعدين سيفير مع سوبر ستيرنال وانتر كوستر وسبلابيتر ريتراكشن. الكلر بيبقى بينك لكن اول ما ازاق اعرف ان دخلت في جيت 2 3 بيبقى بسهوله جدا 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 اعتقد نو وان كان ميس اكيس اوف كوب. واحنا في موسم الشتاء يجي لك عيان بالسيفير وسباتل ستريس يبقى بغصن اوف فويس سباتل سترايدو وبراسيكوف. الريسك بتاعها لذيذ جدا. الام تقول في الواد عنده ابر سباستك انفكشن يوم او يومين وبعدين تقدر تسال عليه التغيير ده خلاص. لكن في نقطه دايما واحنا من الغاب كنا بنعرفها وكان بتقال لنا الواد ده على ما يجي في المستشفى يبقى كويس قوي قوي. الام تحلف لك ان الواد ده كان منيل بنيله وكان مزق وما كانش عارف ياخد نفسه لكن على ما جه سبحان الله اول ما شافه الدكتور وشك زي الفل عليه الواد بقى كويس. مش حقيقي اللي حصل بالظبط ان الاتاك دايما تحصل وقت الفجر. لما تطلع الام تجري بيه من الفجر عشان تجري في المستشفى الرطوبه بتاعت الجو بتاعت بالليل بتعمل لك زي نوع انواع السوفتنج للاديمه الموجوده في اللانج فبيحصل له ريليف للانج إديمة فعلى ما يوصل تكون اللانج إديمة فكت الواد بتحسن. فده كلاسيك الواد كان تعبان جدا 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 في البيت لكن لما جالك ما شاء الله بقى كويس. ليه؟ عشان الهوميديتي اللي موجوده في الاير عملت اللانج قديمة افكت اللانج قديمة. لو عملت اكس راي ده ما حدش بيعمل اكس راي كلام الفراغ ده بنلاقي ان سب بلود تكناونج وداليتيشن الكلام ده ما حدش بيعملها طبعا انها بتشخص كلينيكال. التريتمنت جنرال تريتمنت وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان يعملوا ايه؟ هوموديفيكيشن. اديه نوبلايزر بوم سلاين. هو نوبلايزر بوم سلاين سحر. هتلاقي فكت على طول. لو ما فكتش اعمل له اسيميك ابنفرين نبلايزر نبلايزر باسيميك ابنفرين. هتقولي مفيش ابنفرين اسيميك ابنفرين في مصر. اه الادرينالين العادي لو ضربت واحد على 100 في المحلول بيبقى اسيميك. احنا بنستخدمه الادرينالين بنستخدمه في النبلايزر بيجيب نتيجه جيده جدا. هو طبعا بره في حاجه اسمها اسيميك ابنفرين ابنفرين سوليوشن للنبلايزر احنا ما عندناش لكن الادرينالين عندنا الابنفرين اللي عندنا بيشتغل زي الفل ما بيقولش لا. ده ترانس مونوبلايزر ما بيقولش لا. طيب لو العيادة ما تحسنش وخد كذا دوز من اسيبك ابنفر ان هو ما تحسنش يبقى ده محتاج يخش الاي سي يو. الابيدوتايتس ده اكيو سي في انفلميشن اوف ذا ابيجلوتس
بس فيو فورم بتاع الكوب ده دي كارثه. ده انفيشن دي مفلس انفلونزا بتخلي الواد ده مخنوق خالص. ده مانزل ابيدوتايتس سيفير لارينجي اديما والابيدوتس ورم واحمر زي ما انتم شايفين كده. سيفير ابيدوتس اديما افلاك الاي واي خالص. العين ده دايما تحصل في سن الثلاث سنين. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان فيه مفلس انفلونزا فاكسين قليل قوي انسس اوف ابيدوتايتس. لكن العين ده بيجي لك بكلاسيكال بيكتشر اوف كروب لكن معاها هاي فيفر وتوكسين. وده اللي بيفرقها بينها وبين الكوب العادي ان هو ده توكسيك قوي وفيفرش وايريتابل. لو انا اسبات ديستريس مع سور ثروت مع دولينج ودي رايل وعندي سبات ديستريس وعندي سور ثروت بيساوي ابيدوتاكس. اي واحد حراسته عاليه قوي وعنده سور ثروت وبيريل كتير قوي دي ابيدوتاكس. ابيدوتاكس از ا فيري سيريس ديزيز. الجنرال تريتمنت في الاغلب ما بيجيبش نتيجه وفي الاغلب نحتاج نعمل له انكيوبيشن. بس ابوس ايديكم محدش يعمل تيوب لابيدوتايتس بره رعايه. مجرد تلمس الابيدوتس هتدخلها عندك بيبوظ بيجر اتاك وكارديك اريست مجرد تاتش. فاحنا بنعملها في رعايه واحنا حريصين جدا وبنستخدم اصغر تيوب. يعني لو الواد ده محتاج تيوب اربعه بدخله تيوب ثلاثه ثلاثه ونص عشان تعدي بسهوله من غير ما تلمس الابيدوتس. يبقى انا مجاهد او بسيرتيف عشان انا متاكد ان عنده ممكن يخش معايا في فاز بيجر اتاك. وبعدين ادي انترفينس انتيبيوتكس حاجه بتشغل المفلس انفلونزا يا اما دي سيفاتكسون اللي هو واسفن او سيفاتكسين اللي هو كلافوان بيجيب نتيجه كويسه قوي. نشوف الحاجه دي بسرعه ونعمل اخر حاجه اولا. طفل 17 شهر عنده هيستوري اوف نويز اند ابنورمال بريزنج هيز نورمال ناو بس ذا بيشنت سيد ذات هي واز ديستورب. Now he's able to speak and drink fluid. Data بتاعته temperature بتاعته 36 عنده marked tachycardia الباص 175 نسبته 28 بس oxygen بتاعته 99%. His alert with no sign of respiratory distress. He's able to speak ما عندوش سيرنوز ما عندوش جسنيا. الهيد اند نيك ما فيش أي حاجة. الشيست فيه mild wheeze. The mild inspiratory strider. What's your diagnosis? عمل له ايه؟ عملنا له اكس راي لقينا المنظر ده. Left lung hyper inflation, right lung collapsed with shifting of mediastinum ناحية right side. What is your provisional diagnosis? عندك ولد عنده inspiratory distress, اومكن راسبيرتي ستريس, لكن مش ديستريس خالص, كله عنده انتيكارديا وعنده inspiratory strider وعنده ويز. واكس واي عندي رايت لونج رايت لونج كولابسد ليفت لونج هايبر انفليشن فعمليه شيفتنج من السينم تو اذر سايد. واتس يو ديجنوز؟ ايه؟ فاين بود اكسنس دكتور فاين بود اسبيريشن. اي ولد عنده ابستراكشن في الاي واي هيبقى عنده سترايدرز هيبقى عندك كولابس مش بدور هول لونج كولابس ممكن يكون عند سيجمنتال كولابس ممكن upper loop collapse وعندها compensatory emphysema في الاذر سايد. الفورم بودي دي من الحاجات المهمه جدا جدا بالذات اول سنه ثلاث سنين. بتحصل دايما مع الاكل عنده مع التوي عنده مع التويز. والاكل احنا دايما نشوفه هو تون سوداني ربنا يبارك لهم بقى تون سوداني واللب قشر اللب او الكانديس الام تتدلع او العنب تدي واد عنب عشان الموز فتح نازله في ذوقه وتخنقه الحمد لله. ويجي لك عندك سيفير ستريس ديستريس طبعا في الاول تبقى كويس بعدين كل شويه تتنفخ 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 تقبل لك الاي واي اكتر. طبعا دي محتاجه دخل. Unfortunately there's no enough time. Thank you very much.